تبارك إلهنا كل حين الإله الواحد وكلمته وروحه الأب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. في عنا صار اعتداء على دير الأطرق. طبعا كل الاستنكار أتى من الجهات المسيحية، وأيضا أتى استنكار من عدة جهات إسلامية، وأيضا من عدد من الحخامة الذين قالوا أنهم مستاءون من هذا الاعتداء. شو هو الاعتداء؟ الاعتداء حرق بوابة الدير، دير اللطرون، وكتابة شعارات معادية للسيد المسيح وللمسيحية على باب الكنيسة الكبرى للدير، داخل الدير. أول شيء، من هم رهبان اللطرون؟ وما معنى كلمة لطرون؟ إذا أول شيء، رهبان اللطرون ينتمون إلى عائلة الرهبان التابعين لروحانية القديس مبارك، القديس بنديكتوس. بنديكتوس يعني مبارك بالعربي، الذي كان إيطاليا والذي كتب في القرن السادس الميلادي قاعدة الرهبان. طبعا من أهم هذه القواعد: صلي الفرد وانقر الأرض، أورا إت لابورا، باللاتيني أورا إت لابورا. طبعا الرهبان كلهم في الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية الشقيقة عندهم ثلاث نذور: نذر العفة الكاملة، الفقر الطوعي، الفقر الاختياري، والطاعة الطوعية لرؤسائهم. في عائلة الرهبان البنديكتان اللي بعدين تفرع منهم الفرع الترابيست بسموهم، في عنا نذر الثبات. ما معنى نذر الثبات؟ فود ستابيليتي، يعني انه الراهب قدر الامكان بيضل في نفس الدير طول عمره تقريبا، وطبعا يعيش من عمل يديه. طبعا في فضل كبير لهؤلاء الرهبان في التاريخ. ليه؟ لانه هم اللي مع رهبان ثانيين، هم اللي نسخوا كل هالمخطوطات، مخطوطات الكتاب المقدس، خصوصا قبل المطبعة. المطبعة أتت فقط في القرن الخامس عشر الميلادي في جوتنبرغ في ألمانيا، وأيضا مخطوطات الكتابات القديمة. يعني مش لازم ننسى أنه الإكليروس الرهبنة هي التي حافظت على الآداب وكتاب الفلسفة القدماء. بعدين الإخوتنا السريان هم اللي كانوا اللي ترجموها من اليوناني إلى العربي، وأيضا الفلاسفة العرب استفادوا والمفكرين العرب استفادوا من تعب إذن الرهبان، وأيضا السريان المترجمين حنين بن إسحاق، إسحاق بن حنين، مش لازم ننسى فضله. المهم أنه حوالي سنة، يعني بعد 1870، أحد كهنة البطريركية اللاتينية طلب أنه يأسسوا في فلسطين، طبعا هاي البلاد اسمها فلسطين، دير لهم في الطريق بين القدس ويافا. وإحنا كفلسطينيين مش لازم ننسى أنه مش بس نفكر خلص أنه في دير اللطرون وبس. أول شيء، كلمة لطرون ما معناها؟ إما من اللغة الفرنسية القديمة لوتون دي شيفاليه، يعني قلعة الفرسان أو قصر الفرسان، أو من اللغة اللاتينية لاترو. لاترو يعني اللص. أنولس، اللص التائب، اللص التائب اللي السيد المسيح
اللي استغفر من السيد المسيح وقال له اذكرني يا رب إيه؟ متى جئت في ملكوتك. لص باللاتيني لاترو، لاترو فممكن منها كلمة لاترون. زي ما قلنا إذن مش لازم احنا بس نقف عند الدير احنا الفلسطينيين. هنا كان في ثلاث قرى فلسطينية بادت يعني محيت عن الوجود تماما، هي عمواس ويالو وبيت نوبة. أعتقد أنه فيما لا يقل عن 400 قرية فلسطينية دمرت بس بال يعني بهالأربعين سنة الأخيرة. إذا 450 قرية. أربعة. تدمير كامل. 450 قرية. دم. أنقاضها مستعمرات مستوطنة. نعم. هلا هناك في منتزه بتروحوا بتشوفوا متنزه كندا. كندا بارك. طبعا أجت على فكري أحدى التفسيرات لكلمة كندا. حسب اللغة البرتغالية والله أعلم، هلا ممكن كندا تكون كلمة هندية، تعرف أن الهنود الحمر هم السكان الأصليين لأمريكا، ما يسمى بأمريكا الشمالية والجنوبية، وممكن من البرتغالي كا نادا، كا يعني هنا، نادا لا شيء لأنه ما كانش فيه إشي. إحنا اليوم نقدر نقول إنه متنزه كندا هذا عملها كندا يعني لا شيء هنا، مع إنه كان في ثلاث قرى عربية فيها فلسطينية في هذا المكان. الآن طيب شو الشعارات؟ الشعارات معادية للسيد المسيح نفسه، وهذا إشي إحنا طبعا مش لازم نسكت عليه من جهة، مش لازم نستغرب منه من جهة تانية. وصف السيد المسيح حاشا وكلا بأنه قرد، حاشا وكلا مكتوبة هاي بالعبري، زي ما بقولوا من شابه أباه ما ظلم، هاي كلها مكتوبة في أشياء زي هاي وأكثر في الكتابات الحاخامية التلمودية، بالذات في التلمود البابلي، بالذات في كتيب اسمه سندرين. سندرين يعني محفل اليهود، بيقول كلام فظيع شنيع بعيدا منكم وحاشا وكلا طبعا عن السيد المسيح والسيدة العذراء والمسيحية. يكفي نعرف انه في احدى المحلات، وهون ما بديش اطول لانه ما عندي المراجع، مع انه مكتوبة في احد المقالات، يكفي نعرف انه ما يلي شو موجود في التلمود. مش راح اقول ولا اشي اكثر من الاشياء الفظيعة المشينة المهينة اللي التلمود بيغلط فيها على السيد المسيح والسيدة العذراء حاشا وكلا، ولكن اريد فقط ان اقول شيء واحد بالنسبة للمسيحيين اللي التلمود ما بسميهمش مسيحيين. بيقول يجب ان نعمل كل ما نستطيع لكي نخفف من نسلهم. تعرفش إذا انتبهتوا عليها، هاي معناها كبير كبير، يعني في مؤامرة في تفكير يهودي تلمودي حاخامي من القرن الرابع للميلاد، إذا مش الخامس أو السادس، إنه قدر الإمكان إيش؟ يخففوا نسل مين؟ نسل المسيحيين. طيب كيف ممكن يخففوا نسل المسيحيين؟ مختصر الحديث، إما بالخارج، من الخارج أو من الداخل. كيف من الخارج؟ مذابح ضد المسيحيين، مجازر ضد المسيحيين، وهي عبر التاريخ ولليوم في مجازر ضد المسيحيين، وكثير المرات اللي ما بنعرفه شو هو انه اللي وراء هاي المجازر هم اليهود، وبالذات في ماميلا. تسمع عن ماميلا؟ العالم الاسلامي بيحكي عن ايش؟ بيحكي عن
قولوا معي عن مقبرة ماميلا، مأمن الله. ولكن سنة 614 بقولنا ميخائيل السرياني وثيوفيل الانطاقي، شو بقولونا؟ بقولونا هذا في التاريخ، يعني في الحوليات، التاريخ كل سنة بسنتها، من سنة 614 إلى 640 شو بقولنا؟ الفرس احتلوا هاي البلاد فلسطين، منيح؟ احتلوها. طبعا سكان هاي البلاد كانوا مسيحيين، تعرفوا شو صار بعدين؟ أجوا الفرس بدهم يقتلوا المسيحيين اللي في القدس وضواحيها. اليهود قالوا لهم لا، القتل جريمة، احنا منفتديهم، احنا منشتريهم. فأجوا اليهود وافتدوا المسيحيين حتى الفرس ما يقتلوا المسيحيين. لحد الآن اشي ممتاز ولا لا؟ افتدوا، انه قالوا للفرس القتل جريمة، الله قال لا تقتل، ما بصير يا فرس تقتلوا المسيحيين اللي هم سكان البلاد، نحن اليهود نفتديهم. بس خليني أكملكم الباقي. بعد ما افتدوهم اليهود نفسهم هم اللي ذبحوا المسيحيين، ويقدر عدد المسيحيين الذين ذبحوا بما لا يقل عن 60,000 مسيحي. كان في بقرب دير رهبات الوردية في ماميلا قبل سنة 48 كان في كنيسة صغيرة تذكر مذبحة المسيحيين على يد اليهود في زمن الفرس. طبعا أول ما اليهود احتلوا القدس الغربية شو عملوا؟ جرفوا هاي الكنيسة. وكمان اليوم في متنزه قبال دير رهبات الوردية الفاضلات، بتلاقي متنزه طويل عريض على ايش؟ على قبور المسيحيين ولاحقا على قبور المسلمين. هذا هو التاريخ اللي ما بنعرفه حتى احنا في بلادنا. فهذا هو ايش؟ تخفيف نسل المسيحيين عن طريق العوامل الخارجية، يعني قتل المسيحيين، مذابح ضد المسيحيين. طبعا تركيا ما قصرتش في الارمن، 1.5 مليون أرمني في السريان، 780,000 سرياني قتلتهم تركيا في القرن العشرين، وما حدا بجيب سيرتهم. ولكن ما الأخطر من ذلك؟ لما تغلغل الفكر اليهودي عند المسيحيين، عند العائلات المسيحية في الغرب وحتى عنا تسرب إلنا، صار المسيحيين هم لحالهم لبالهم ايش؟ يخففوا النسل. المسيحيين انطارت بجيبوا ولد ونص وباي باي. أتريتوا هذا الفكر اللي طلع في أوروبا ضد الكنيسة؟ بتتذكروا البابا المرحوم بولس السادس قديش حارب في سبيل الحياة، أمانة فيتي، في رسالته البابوية أمانة فيتي، كيف خصوصي انه وقف ضد اي وسيله اصطناعيه لتحديد النسل. ما كان غبي. شو قصده؟ قصده انه لازم ايش؟ انه المسيحيين يجب ان ينقلوا الحياه. المستقبل هو للشعوب التي تنقل الحياه، والموت للشعوب التي ترفض نقل الحياة. ولحد الآن نحن نحارب في أوروبا العقلية اليهودية اللي حطت في مخ المسيحي أنا مش لازم أخلف، أما اليهودي المتدين بخلف. وإذني بروح على نيويورك بشوف أنه نادراً ما في يهودي متدين عنده سيارة صغيرة، إلا كله ستيشن واجن، لأنه بكون عنده ما لا يقل عن 10 أولاد. ونفس الشيء في حارات مئة شعاريم اللي بسموها مشيرم وغيره، يعني النسل برضو فكرة يهودية. شو هي؟ السيطرة على العالم عن طريق النسل. إذن محاولة المستحيل إنه المسيحيين يخف نسلهم. بلخص الكلام،
إما من عوامل خارجية، يعني المجازر ضد المسيحيين، الضغوط على المسيحيين بما فيها الضغوط الاقتصادية كمان، الضغوط الديموغرافية. وبعدين أخطر إشي، مش لما الناس بيعملوا مجازر بتبحونا فيها، لما إحنا لحالنا لبالنا إيش إحنا نحدد نسلنا فيما يسميه البابا الطوباوي يوحنا بولس الثاني إيش ثقافة الموت، الإجهاض، الموت الرحيم، عدم الإقبال على الزواج. هذا بسميه البابا يوحنا بولس الثاني ثقافة الموت، لا كولتور دو لامور. وثقافة الموت هي موت الثقافة، هي الموت. مع أنه ماذا نقرأ في الإنجيل عن المسيح؟ في المسيح كانت الحياة، والحياة نور الناس. وشكرا لإصغاركم. شكرا.